سيداتي سادتي، انتباه من فضلكم، هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح، المرجو عدم استعمال لغة الخشب. شكرا على تفهمكم. سين وجيم بدون لغة خشب. على بركة الله، مرة أخرى بدون لغة خشب، دائما بدون مواد حافظة. القاعدة معروفة، نعود نذكر بها، رمضاني كيسول شنو بغى وكيف بغى، والضيف كيجاوب شنو بغى وكيف بغى، إنما لابد يجاوب بدون لغة خشب. الدكتورة حكيمة يحيى، شكرا لأنك معنا اليوم بدون لغة خشب. شكرا للاستضافة. الدكتورة حكيمة يحيى، خبيرة تحليل الحمض النووي بالمديرية العامة للأمن الوطني، هذه صفة، ونزيد عليها رئيسة مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، مختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية. المختبر قيد الرمضاني مزيان، المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية. الصفة مهيبة كيف كنقولوا احنا المغاربة، وانا بالعمى واش فاهم شي حاجة في هذا المجال ديالكم، لهذا هتصبري معايا اليوم. مرحبا. ما كاين مشكل ياك؟ مرحبا. الله يطول لي عمرك. اول حاجة غنبغي نعرف شنو هي خبيرة تحليل الحمض النووي. عادوا غنقلبوا الحمض النووي ديال حكيمة يحيى. هي الخبرة واحد الصفة، إلا بغينا نشوف المفهوم ديالها، واحد الصفة كتعطى من المحاكم، هي سيتان تيتر كيتعطى من عند المحاكم، أو لا كيتخاد عن واحد المجموعة ديال الأعمال كيقوم بها واحد الشخص، ولا واحد الإكسبيريونس، واحد الإكسبرتيز كياخدها في, 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 في المسار ديالو المهني. ولا كيكون داخل في واحد العمل مع واحد الجروب دو ترافاي بحال ديال الانتربول باغ اكزومبل، وكيتعطى هذا لو تيتر اللي هو خبير الحمض النووي، بحكم انني دخلت مع هذا الجروب دو ترافاي اللي كيتسمى مونيتورين اكسبيرت جروب اوف دي ان اي ديال الانتربول من 2017. اذا المهام ديال هذا السيد او لهذا السيده كخبير من اون بلوس ديال العمل ديالو في 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 المختبر، كيكون عنده بعض الكونسلتين او بعض الاراء اللي كيبديها في بعض القضايا التقنيه او العلميه والمستجدات ديالها. واضح. كنحاول نفهم معك الدكتوره حكيمه يحيى. طيب كيفاش بديتي في المجال اللي انت دابا كتشتغلي فيه؟ بغيت نرجع لنقطه البدايه ديالك. يمكن نتكلم على المسار الدراسي ديالي قبل باش ندوزو ونعرجو على المسار المهني. فانا تخرجت من الكليه ديال مراكش العلوم، ولا لوبسيون كانت عندي هي ديال ليمينوشيمي، وكنت درت الدبلوم ديال الدراسات العليا في مونبوليي على علم الجينات او لا جينيتيك دي بوبولاسيون اي لا جينيتيك ايفولوتيف. من موراها تقيت في واحد ليافير يونيتي دو فورماسيون اي دو ريشيرش اللي كيتسمى دابا لي زيكول دكتورال في كليه ديال الطب في الدار البيضاء. وكان عندي جوج ديال لي كونكادرون، كانت الدكتوره كسوس نوزها، وكان عندي لونكادرون الثاني جنسيه انجليزيه في لندن في لونيفرسيتي دي كامبريدج في الميوزيوم ديستوار ناتورال. اذا كنت طرقت لواحد المجموعه ديال اونفادير لي دوني كونسيبتوال ديال علم الجينات ما يتعلق بواحد المرض اللي هو الليشمانيوز، ويمكن وذاك الوقت كتمكن من بعض الادوات اللي غادي نتكلموا عليها يمكن في المسار المهني. من هنا في 2004 كنت سوتونيت الدكتوراه ديالي، كنت كنقري في الكليه ديال السمناليه في مراكش،
كون فاكاتير وفي الكليه ديال اف اس تي ديال مراكش، وكنت توليت واحد العمل ديال لا ريشيرش في واحد لونيتي دو ريشيرش في الكليه ديال الطب في الدار البيضاء على لي مالادي اوتو ايمون، يعني المجال الجيني او لا لو جينوتيباج اشيلا ديال هاد الامراض اللي هي متعلقه بلو سيستيم ايمونيتير. دونك كنديرهم بجوج، كنت كنمشي لمراكش في الاربع والخميس كنقري كون فاكاتير، وكنت في الاثنين والثلاث والجمعه كنت كنقوم بالعمل ديالي في المختبر في الكليه ديال الطب. الى حين 2016 كانت اعلان على المباراه ديال المديريه العامه للامن الصحي. اسمح لي قبل من 2016 قبل من 2016 شنو اللي خلى حكيمه انها تتوجه لهذا المجال؟ اكيد كيكون واحد الانجذاب لواحد لا ديسيبلين، هي اكيد ما يمكنلكش تدخل في واحد المجال اللي عتعرفوه طويل ماشي صغير ماشي قصير، لانه باش دير الدراسات العليا وبالتالي كترجع للدكتوراه راه واحد عامين عليها 6 سنين. اذا كاين واحد الحب ديال العلم بشكل ابسوليوم وغادي يعني كتبغي تقرا كتبغي تتعلم، ما كيكونش عندك انا بغيت صافي نسالي شنسالي قراية حب ديال القراية يكون عندك كبير والصبر. إلى 2006 تقدمت المباراة ديال اللي تعلن عليها مدير العام الأمن الوطني ديال طلب الولوج ك داك الوقت كان سكون ابلي دي ادمنستراتور او المتصرف 2006 في 2018 يعني فاش دخلت المصلحه ديال البيولوجيا كنت كنقوم بالتحاليل ديال الجينيتيك. كيفاش فكرتي انك تمشي للبوليس؟ ممكن واحد يدير مسار علمي يقول غنمشي لبرا وغادي نقرب الجامعه ونمشي لمراكش ديال البحث. مشيت برا، كنت برا ودخلت، كنت بغيت نبقى في برا، ما بغيتش نبقى في برا. ما بغيتيش يعني تحت لي فرص، ما بغيتش نبقى برا، بغيت ندخل المغرب بغيت ندخل لبلادي. وعلاش الامن؟ علاش البوليس؟ شابه الأمن. ممكن دير مسار اخر. هو الامن هي بعدا باش نكون واضحه في لو ترافاي سيونتيفيك باش دير داكشي اللي كنتي كتقوم به في الدكتوراه ديالك اولا في المسار العلمي او المسار الدراسي ديالك. سيت اون كيستيون دو شونس، لانه تقدر تدخل دي مينيستير وما تلقاش راسك كتقوم بالعمل اللي كتحب تقوم به اللي هو مثلا في لابوغاتوار فير دي زاناليز ولا دي زيكسبرتيز ولا. اذا كانت اون اوبورتونيتي بور موا، لانني انا عرفت اني غندخل الامن، غندخل مختبر الشرطه العلميه انذاك، وغادي نقوم بديك الشيء اللي كان نبغي او اللي كنت كنبغي ندير. اذا تقبلتي في سلك الشرطه وبديتي هاد التجربة. شنو اللي فاجأك في سلك الأمن وانت دخلتي داك كيسميوها دهشة البداية؟ ماشي دهشة البداية، حب البداية. علاش دهشة البداية؟ ما تنساش انني كنت ديجا خدمت في كلية الطب، كنت عندي انا قلت لك وقريت في اليونيفرسيتي، يعني عندي دي بيتيت اكسبيريونس، ماشي دهشة، بالعكس سيتي اون اوبورتونيتي كو جي ابريسي بوكو، ولقيت راسي كندير ديك الشيء اللي كنبغي. اذا علاش الدهشة؟ بالعكس ماشي دهشة. طيب شنو المهام الاولى اللي كانت كدير الاستاذة في سلك وهي من بعد انضمت لسلك الشرطة؟ شنو خدمتك؟ اذا كنا كي لو لابوغاتوار اي لي سيزي باش يقوم بواحد الخبرات. انا دا كما قلت لك كنت في المصلحه ديال البيولوجيا، اذا شنو هو العمل ديالنا؟ هو القيام بالخبرات اللازمه والتحليلات اللازمه لتحديد الهويه ديال الاشخاص من خلال تحديد هويه الاشخاص من خلال الحمض النووي. فتحديد الهويه ديال الاشخاص سواء ضحايا كانوا ام دي سوسبي جونات او لا مقترفي جرم او لا دي سوسبي اقتراف واحد الجرم. فالعمليات اللي كنا كنقوموا بها هي عمليات تقنيه جدا محضه، يعني عمليه استخراج الحمض النووي، التعامل مع لي زيفيدونس ولا المحجوزات بجديه، لانه هذا واحد العمل اللي عنده واحد التابعات. واحد السيد يقدر il peut être incriminé comme il peut être discriminé. يعني هذا لوتي il est tellement sensible ou tellement sûr
كخصي يكون التعامل معاه بدقة وعنده واحد لي بيست براكتيس، عنده واحد لي بون براتيك. قبل ما نهضروا على الجودة كانت عنده لي بون براتيك اللي هي سكون ابيل لي بون براتيك دو بيولوجي موليكولير، اللي كتكون كتعامل مع الحمض النووي خصك تعرف انه خصك اون دو اوبسيرفي واحد لي كونديسيون باش باش يكون لو ريزولتا الي فيابل 100%. انا كنحاول نتخيل شنو هي نوع الحالات باش الناس اللي كيتفرجوا فينا وكيسمعوني يفهموا معنا هاد الممارسات وهاد القواعد ديال التعامل مع الحمض النووي. مثلا شي حاله وقعت جريمه قتل ولا وقعت عمليه ولا وقعت سرقه ولا شنو بالضبط هي هي اللي كي اللي جاتني دابا في الذكر ديالي او الذاكره ديالي هي الحريق ديال روزامور. الحريق ديال روزامور في الدار البيضاء. الدار البيضاء اكزاكتومون كان في بدايه 2008. اذا هذاك هذيك القضيه اولا هذيك المأساة اللي كانوا مشاو فيها ضعوا فيها 65 ديال الشخص شباب شابات وشباب. اذا كيفاش كان التعامل معه معاه كانت واحد اونفادير واحد هي حاله مؤثره جدا لانه كنا تنقلنا البلاصه فين كانت الحريقه ومن موراها تنقلنا للطب الشرعي وخدمنا مع الطبيبه الشرعيه انذاك والطبيب الشرعي انذاك على اساس ناخذوا العينات ونكونوا واثقين من العينه. يعني ملي كتاخذ واحد العينه خصك تعرف منين خديتيها لانك شنو غتربط ديك الجثه اللي تخذت منها ديك العينه مع واحد العائله. اذا كان لو سوسي ديالنا هو ان نتاكدوا من ليدونتيفيكاسيون ليدونتيتي ما كاينش عندنا الخطا. اذا خديتوا العينات كيفاش تعاملتوا فيما بعد؟ رجعنا للمختبر كانوا دوز ايكيب كانت ليكيب لي سيغ بلاس وليكيب ديال المختبر. انا قمت مع مي كوليك بالعمل او نيفو دو تيران وتنقلنا للمختبر وقمنا بالتحاليل اللازم وبدينا كنعطيو لي ريزولتا في ديك الليله. يعني العمل كان متواصل بحكم انه كانت واحد لا بريسيون الناس ضاعوا لها العائلات ديالها وليداتها يعني كان الالم وكان خص ردات الفعل تكون يكون دقة أكيد وحتى السرعة في الحالة مثلا بحال ديال روزامور. وأنا كنت وقع بأنه المآسي اللي كتعيشيها والحالات المأساوية اللي كتوقفي عليها لما لا تعد ولا تحصى. نخلي دابا القراد ونخلي الكسوة كيفاش كتصرف كيفاش كيقدر الإنسان يتحمل ويشوف داك الشيء وخصو ملزم بالنتيجة الدقيقة العلمية. إذا ما دابا أنا كنستدعي فيك الجانب الإنساني. الإنساني أكيد باش نرجع للجانب الإنساني نكمل لك يمكن المسار المهني لأن وقفت فاش دخلت المصلحة ديال البيولوجيا الشرعية شنو كنت كنقوم دوك السؤال ديالك كان هو هذا أنا جاوبتك ولكن ما توقفتش في ذاك المرحلة. يعني في 2014 توليت المهمة ديال المصلحات البيولوجية الشرعية. هنا باش ندخل لك ولا نعرج لك على شنو هو التعامل كيفاش كيكون التعامل مع الناس اللي كتعامل معهم اللي كتخدم معهم. أكيد كاين الخدمة وكاين لا ريغور ولكن كاين الجانب الإنساني وتدبير الموارد البشرية وتدبير الناس الأشخاص معك كوادر والناس اللي خدام معك. إذا من هنا البداية ديال كيفاش يمكن لك تجذب هذاك الاشخاص اللي كتخدم معاهم ياخذوا فيك بعد ديك النظره ويشوفوا فيك داك ليكزامبل لانه مهم. انا ما يمكنلكش تعطي اوامر خصك تعطي ليكزامبل هذا ولا دوفيس واخا نتوما بوليس زعما ما عرفتش لا هو خصو يشوفني انا كيفاش كنتعامل يشوفني راني كنجي بكري جو سوي ريغوروس كنخدم خدمتي وما كنتماطلش. يعني تعطي النموذج ماشي غير الاوامر ماشي غير تحكمي اكيد لا كنظن لا ميور فاصون سي دوني ليكزامبل كونت اون دون ليكزامبل لا ميم با بزون دو بارلي كنظن. يعني ملي كتعطي ليكزامبل كتعطي النموذج الانسان كيبغي كيكون داك ليفي ميغوار كيبغي يشوف يتعامل معك بالمثل ماشي يتعامل بطريقه اخرى طريقه اخرى. اذا من بعد هذه المرحله قلنا الوغ في 2014 كملت كرئيس او شاف ديال مصلحه البيولوجيا. في 2017 تم التكليف ديالي بالمهمه ديال رئيسه مختبر الشرطه العلميه او المختبر الوطني للشرطه العلميه والتقنيه. قبل ما نجي لهذه المحطه ديال تعيينك
رئيسة ديال المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية. نرجع للجانب الإنساني، وانت على كل حال كتبقى أنثى امرأة مغربية قارية تبارك الله، ولكن كتغلب العاطفة شوية. الحمد لله اللي كنخدم العاطفة. عاطفة ماشي نقص، اللي هو عاطفة ماشي نقص. ماشي نقص. علاش؟ بالعكس، خصني نتعامل بالعاطفة، ماشي هي عاوتاني ما يكونش لكزاجيراسيون اكيد في اي حاجة، ولكن وقت الجد جد، وقت العاطفة راه عاطفة. راه كاين حالات إنسانية، كاين بعض الظروف، وكما قلت لك كتبقى لا ميور فاسون انك تعطي نموذج لذاك الشخص اللي كتعامل معاه. لكن اقول لك كيفاش كتصبروا التعامل مع الجثث، مع حرائق، مع جرائم، مع طبيعة حالات. الطبيعة ديال العمل كتخليك انك كتأقلم كتأقلم مع الوضعية، وهذا في حد ذاته راه داخل في العمل الشرطي. كنحاول نتصور، ولكن كتجيني مهمة صعيبة. كتقدري تنساي الخدمة ديالك ملي ترجعي للدار؟ باش نكون معك اونيت، بعض الحالات ما كنساهمش، اولا ما كنساهمش دغيا، باش نكون انكور بلو بريسيس. ضروري الحمد لله اللي كنساو، هي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. مي ما كتبقى كتخدم راسك ماشي دون مانيير باثولوجيك، يعني ماشي تندخل في ذاك الهوس ولا لا، هي اكيد راسك راه كي شنو الا كان ممكن شي حالات ربما اللي رجعتي للدار وما ما تنساوش ليه. هي انا نقول لك يمكن هي باش نعطيك ان اكزامبل، ويمكن نعطيك الاكزامبل اللي غتبغي تسمع. مرحبا يعني كأنت بغيتي نرجع لك لذاك الاكزامبل اللي غيعجبك. الله يعطيك الصحه بحالاش. هي كأنت وكأم عندها اطفال، اربعه ديال الدراري تبارك الله، يعني جوجات صغيره و... يعني تبارك الله. كنبقى انني كنخاف على وليداتي، يعني غادي نبقى نفسر لهم ما يقيسك التحاد، ما هذا، يعني كتكون واحد التوعية ديال الأطفال. يعني ملي كتكون شي قضية في المختبر أكيد كتربط مع الوليدات ومع العائلة. جاوبتك كيما بغيتي وقيلة تقريبا. لو غير تجاوبيني، العائلة ما كيقولوش لك بعض المرات أو قالوا لك في شي مرحلة حكيم اش داك هادشي؟ لا خليك من هادشي، دي خدمة ديال الرجال. لا لا ما عندناش هادشي حنا، ما كاينش هادشي. لا 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 با ديتو. حنا اوني اون فامي كنبغيو العمل ديالنا. مون بير ولا ما مير كيحبوا العمل ديالهم الى حد انك ما بغيتش نقول لك زعما القدسيه، ولكن بواحد الطريقه لا تتصور. يعني انا شفت في مي بارون كيفاش كانوا كيخدموا، فضروري او لا اكيد انني تطبعت داكشي اللي شفت والجديه في العمل. ولكن راه صعيب 24 ساعة خصك تبقاي انت دابا. لا ماشي 24 ساعة، لا كاين لي شيفت، كاين لا بيرمانونس، كاين ضروري انك غير هي خصك تكون على اهبة. على اهبة؟ على اهبة التليفون. ما يمكنش ترشق ليك وتسافري مثلا. لا 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 لا، كاين واحد لي ريغلومون انتيريور حكيمة ولا غير حكيمة، كنا كنتمشاو على ذاك الريغلومون انتيريور على حساب الريغلومون. طيب نرجع ل 2017 فاش غتعيني رئيسة ديال المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء. مهمة، تكليف كبير على كل حال، وشابة نقولوا في 2017 في 2017 مازال شابة وتدابا مازال شابة. الله يكبر بك. ولكن مهمة ما سهلاش على كل حال. لا أكيد ما سهلاش، أكيد ما سهلاش، لأنه الوضع ديال المختبر الوطني للشرطة العلمية في إطار أو في البروسيسو جوديسيار إلي سيزي بور أبورتي أون إكسبيرتيز، مجموعة ديال لي ديسيبلين، من بينهم الحمض النووي أو الكيمياء أو لا. إذا المسؤولية اللي كانت تعطاتني كانت كيخصني نواكبها في أحسن الوجه، وكذلك كنحسني نطور من القدرات ديالي، اللي يمكن ما كملتلكش في المسار
لسه في تبارك الله دراسي ديالي طويل وعريض لهذا. والله تنسول كيف ما الناس غيسولوا كي درتي ليها خدامة ربعة الوليدات هذا حب. انا قلت لك شابه واخا ما تبغيش تسمعيها ومهمه على راس مصلحه ما سهلاش مؤسسه ما سهلاش. انا في 2014 فاش بديت كنلمس انه راه خاصني قدرات وحدين اخرين، راه ماشي غير العلم اللي غادي، كاين حوايج وحدين اخرين، كاين كيفيه تدبير الموارد، تدبير لي كونسومار، تدبير الماناجمنت، كيفاش يمكن لي انني نتحقق من الموثوقيه ديال العمل. يعني هنا بديت كنفكر في لا كاليتي، الماناجمنت استراتيجيك بازي سور الكاليتي. اذا هنا في 2016 بديت كنطور القدرات ديالي وتقيدت في دي ماستر بروفيسيونيل. كنقرا الحد والسبت باش نواكب، لانه عندي انت ربيتي الدراري على اللحى كيما هي. السبت والحد مول الدار مسكين راه على كل حال فرحان الحمد لله، ياك مامنه له مامن في, 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 في البلاد الحمد لله. وراته خصو يكون فرحان، ما عنده فين يهضر دابا ما عنده فين يهضر. اذا ما شبعتيش من القرايه؟ لا لا، علاش اللي بغيت نوصل لك وما عرفتش كيفاش نوصل لك. انا حسيت بك بانك ما شبعتيش من القرايه، ولكن واش ملي خديتي المسؤوليه ما قلتيش حكيمك من المسؤوليه ثقيله عليك؟ مسؤوليه خصها لي زوتي. انا اش كنقول لك دابا، المسؤوليه كيخصك توفر لها لي زوتي. الا عندك لي زوتي الوسائل ديالها، هاد الوسائل كيعطوك انك يمكن لك تدبر الوقت ديالك، انك دير لاناليز دو ريسك ديالك، تلقى لي لاوي الفودرا سكون ابي لي بوين داميليوراسيون. اذا هاد لي زوتي اولا هاد الوسائل كيسهلوا لك الماموريه ديالك في التدبير. طيب اللي غادي يسمع المعهد أو المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية اللي انت رئيسة ديالو، اش كديروا فيه بالسلامة؟ الوغ اشرحي لي بالتفصيل الله يعطيك الصحة، بحال دايرين فيه أبواب مفتوحة. الوغ المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية هو تابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، تابع لمديرية الشرطة القضائية، تابع مديرية العامة للأمن الوطني. إذا هذا المختبر فيه مجموعة ديال المصالح اللي كتقوم بالخبرات عند طلب قضاة التحقيق أو وكلاء عامون محاكم. إذن الوكيل العام ولا القاضي كيطلب الخبرة، الخبرة ديالكم، الخبرات هي مجموعة ديال الخبرات. هاد الخبرات هادي فيها عينات، هاد العينات كيتخادوا على الأشخاص أو في مصارح الجريمة. هاد المصارح الجريمة كيتعامل معها تقنيو مسرح الجريمة اللي هما تابعين لي كوموندمون اون جينيرال. دونك هاد التقني مسرح الجريمة كيقوم باخذ العينات وارسالها للمختبر الوطني للشرطة العلمية، وهو كيتابع واحد لي غيد، واحد لي ريكومونداسيون، لان كاينين واحد المصادر اللي خصو يتبعها باش يقوم بهاد الاجراءات بكل موثوقيه، وتبقى داك العينات عند الحجيه عند التقديم. لانه الغرض عندنا كله شنو هو؟ اعطاء القاضي او الوكيل هذاك العمل ديالنا اللي هو واحد المجهود، اللي هو واحد النتيجه ديال واحد الخبره، وهي الخبره راه كتبدا من مسرح الجريمه. بيان سور، لانه كاين واحد العينات كيتخادوا كيترسلوا عاد كيتم التحليل ديالهم في المختبر. العينات شنو بالضبط؟ انا كنحاول نفهم. انا العينات الا كان مثلا الا خدينا واحد لو فول او لا سرقه، مثلا سرقه، ندخلوا سرقه في واحد المحل تجاري مثلا، كيجي ضابط الشرطه القضائيه وكيجي داك تقني مسرح الجريمه. اييه الوغ كيقلبوا على شنو هما لي تراس اللي كاينين، كيقلبوا على لومبرانت، تيدير لها ترونسفير، كيرسلها باش يشوف شكون مول داك لومبران ديجيتال. تلقى واحد الكاس تشرب فيه مثلا، واحد الميغو سيكاريت تحط تم تكسير داك الشرجم مثلا، كاين واحد اون تراس دو سون، يمكن دم يمكن ماشي دم، تاخذ كله كيتخاد كيترسل للمختبر، كيتجمعوا عندكم الوسائل العلميه باش كتاخذوا هادشي. سيلي ديجا بار لونكيتور، كيتم الحج، كيتم وضعه في محجوز. كيتم ارساله المصالح ديال بريزيرفاسيون دي لي سال دو بريزيرفاسيون دي زيليمون دو بروف ولا دي بيس ا كونفيكسيون، عاد كيتم ارساله للمختبر او للمختبرات، لانه هي كاينه مجموعه ديال المختبرات. واسمح لي، العمليه ديال الحجز والنقل ديال داكشي فيها شروط؟ اكيد
كاينين المساطر وكاينين الشروط وعيد كان كاين القانون محجوز راه مقنن القانون قانون لا يناقش لي سال دو بريزيرفاسيون دي زليمون دو بروف ولا دي بيس ا كونفيكسيون عندهم مساطر والمختبر كاين القانون بحكم اننا كنتعاملوا مع محجوز وكاين لا نورم اعتماد هنا غنعرج على الاعتماد أيه. لانه انا قلت لك في 2017 فاش خديت طورت من نعاود نرجع لك سميتو المسار المسار هنا فين بدات كيما قلت لك القضيه ديال لا كاليتي والجوده فاذا دخلت المديريه العامه للامن الوطني في هذا لو بروسيسوس سي تام بروسيسوس كي كونتينيو دون لو طون بدينا في 2017 تم اعتماد واحد المصلحه في 2018 وتم تعميم الاعتماد على جميع المصالح والخبرات التي يقوم بها المختبر الوطني للشرطه العلميه والتقنيه في 2023 ملي كنقولوا الاعتماد كنقولوا الجوده الجودة فاش بالضبط على الحكيمة؟ على خير باش نفرقوا ماشي الجودة اللي كتسمع الجودة ديال 9000 واحد ملي كتنهضر على الجودة ديال 17025 كتهضر على الكفاءة 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 يعني ماشي عندهم المحل نقي وزوين ولا راه الورقة أنا عارف تقولوا لي ستة الورق وراني عارف شنو دوك الورقات عندي ماشي الجودة ديال أي مادة سي الكفاءة سي اون كومبيتونس كفاءة ديال الشخص اللي كيقوم بالخبرة كفاءة ديال لي زيكيبمون والآليات اللي يعني عندهم كفاءة خصك تشوف لو ريزولتا اللي غيعطيك اليوم واش هو اللي غادي يعطيك غدا واش هو اللي يعطيك البارح كدوز دي ستاندار كدوز دي كونترول دو كاليتي هذاك المحجوج اللي جا واش جا في لي كونديسيون اللي انا كتسمح لي انني نتعامل معاه لانه الا جا مفتوح ممكنليش نتعامل معاه الا جا مخلط ممكنليش نتعامل معاه كنشوف الكفاءة ديال داك الشخص كما قلت لك كندوزو لهم سكون ابيل لي تيست دابتيتود كفاءات ولا عام خصهم يدوزوا واحد الامتحانات لا ميثود يوتيليزي واش سي اون ميثود كي فاليدي وكونو هاد تشوف داك لونفيرونمون في كدير داك ليسي اولا داك لاناليز عاد نشوف واش لا تمبيراتور لي ادكوات لداك لا ميثود ليكيبمون واش عنده لي كونديسيون فاش كيخدم يعني مجموعه لي زيكيبمون كو جوتيليز واش ايتالوني ولا ماشي ايتالوني الثلاجه اللي خدامه بها وحاطه فيها داك الكيت واش ديك 7 دوغري ولا ناقص 20 بلوز او موان 2 واش ناقص 20 ولا راه كطلع حتى موان 15 موان 10 موان يعني خص يكونوا المعايير نقولوا العالميه في هذا المجال عالميه اكيد قولها وكون اكيد انك اؤكد نخرجوا عينينا بها نخرجوا عينينا بها بمعنى المختبر اللي عندنا يمكن المستوى ديالو يمكن هو اللي يكون فيه هو ماشي يمكن متقدمه ولا في امريكان ولا في ماشي يمكن اكيد ماشي يمكن ماشي يمكن علاش يعني انا نقول لك علاش حيت المنظمه اللي قامت بالافتحاص يعني لي زوديت وكتقوم بالافتحاص سنوي لانه ملي كتكون عندك الاعتماد راه ماشي كنمشيو صافي عندي الاعتماد راه شاك اني كيجي عندي لي زوديت 6 7 كيجلسوا معاك سيمانه اولا 10 ايام كيقوم بالفحص ديال بيرسونيل لابتيتود لي كومبيتونس يعني كاع الشيء اللي هضرنا عليه كامل هاد المنظمه اللي هي منظمه عالميه امريكيه اللي جات وكتجي شاكاني وكتتم الافتحاص يعني كتقول لك راه كونفورم لا نورم انترناسيونال 17-1725 ولا نورم ديال هاد الاناب اللي هي AR3125 ولا نورم ديال المختبرات ديال الشرطه العلميه علما انه هذاك الايزو 17-1725 ماشي سبيسيفيك بور لي سيونس فورنزيك AR3125 والايلاك هما اللي سبيسيفيك لي سيونس فورنزيك اولا الشرطه العلميه اللي كنهضروا على الشرطه العلميه واحد الحاجه كيقولوها المغاربه بزاف د المرات كتكون شي جريمه وقعات مثلا خلقات ضجه وما عرفوش حتى شي واحد كيقول لك والله الا طاروا به والله الا جبدوه فين كاين الحكمه في هذه النقطه بالضبط داكشي اللي ما كنشوفوش حنا هي الحكمه سي تري بيان دي علاش حيت انا ردك لواحد لو بوستولا ديال لوكار اللي هو الاب الروحي ديال لا بوليس سانتيفيك كيقول لك هو دون اون سين دو كريم كاين تجاذب ما بين المجرم وديك مسرح الجريمه اذا السيد ملي كيدخل تجاذب بالمجرم ومسرح الجريمه اذا اشنو معنيتها السيد ملي كيدخل وكيقوم بواحد الجرم اكيد غيخلي الاثار ديالو ويقدر الا ما خلاش يدي يعني يقدر يدخل الزربيه خضراء الدم ديال الفيكتيم ترطمت له على حوايجو وخرج
هذه هي الحكمة. ثم تابعين تراس بتراس 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 تسا كتوصلوا. ولكن كاين ملفات اللي ربما كتلقاو نفسكم عاجزين قدامها معقدة. لا هي خص يكون واحد مطمئن لأنه جميع الإمكانيات اللي لازم تكون في مختبر عالمي هي موجودة. المديرية العام الأمن الوطني سهرات على اقتناء جميع الآليات اللي موجودة سواء للرفع من المردودية أو لا باش تكون في لا تكنولوجي دو بوينت. هاد الجرائم أو هاد القضايا اللي هي كتقول عليها أنت أنها معقدة يمكن نقول عليها انها غتاخذ الوقت ولكن اكيد واحد النهار غتحل. يعني هي مساله الوقت اكثر ما هي مساله وقت. يعني ما كاينش جريمه اللي مستحيل حلها. لو كريم شاتيمون ديال دوستويفسكي يمكنش. علاش انا نقول لك كاين مجموعه ديال لي زوتي اللي هما كيقوم يعني ملي كتعامل مع جريمه راه ما كتمشيش غير الحمض النووي. راه كاين مجموعه ديال الاثار، كاين لا تيليفوني لي تراس نيميريك، كاين لومبرين ديجيتال، كاين لا دي ان، كاين مجموعه ديال لي زوتي اللي هي حطاتها المديريه العام الوطني اللي قيام ما يتوجب ولا ما اللي خصو يدار باش نقومو بلا ريزولوسيون ديال لي زافير. في قضيه الحمض النووي العمل ديالكم شنو هو بالضبط؟ غير بسطي لينا عافاك. انا قلت لك هي بجميع القضايا. في جميع القضايا يعني الا خديتي مثلا غير وكاين بعض القضايا اللي هي كتقوم بها جوج المصلحات ثلاثه المصلحات. ناخذوا ان اكزومبل باغ اكزومبل ديال ان سويسيد او لا سوسبيسيون ديال سويسيد. واحد السيد كتب واحد الرساله على اساس هو اللي قتل راسو. اييه دونك هي كاين خبره على الخط. خبره على الخط ما يمكنش يمشي هكا ولا ماشي كتابته. ما نقولوش صافي راه كتب داك الشيء الله يرحمه ويغفر ليه. خلاف مون بيولوجيك اللي غيداروا على ديك لا ليتر واش هو اللي كتب ولا ماشي كتب. يا اذا كاين قضايا اللي كتدخل فيها كما قلت لك راه ما كاينش غير الحمض النووي او لا كاين مجموعه ديال لي زوتي كلهم كيتستعملوا. راه غير سرقه راه لو ديبلوامون ديال لي ريسورس كيكون او توتال. انا تخي ان اكزومبل بحال دابا في فرنسا لو ديبلوامون ديال لي تكنيسيان دو سان دو كريم في لي فول سامبل ما كانش كيكون افون 2012 حتى 2012 عاد بداو. حنا لا يا ان كريم يا اون تونتاتيف دو فول. واحد السيد جا بغا هرس الباب ديال سميتو يمكن نعس في الطوموبيل الصباح زاد كيدار لي بريليفمون وكيتسردو. لقى التليفون كيتهز، لقى ميغو سيغاريت كيتهز، لي زومبرانت الناس كياخذوا لي زومبرانت ديجيتال ولي بريليفمون بيولوجيك كيترسلوا للمختبر بور لا دي ان. هذا يمكن خص الناس يفهموا بانه الا شاف جريمه ما يبقاش يقيس بزاف حداه. كان راه كاين واحد العمل واحد السيمينار كي غادي تهضر عليه على وكاين حتى لا سونسيبيليزاسيون دي فلاير في هذا لو سونس انه لحمايه مسرح الجريمه كاين كاين مجموعه ديال المسائل اللي خص الواحد يكون يتعامل معاهم او لا ما يقيسهمش في هذا النطاق هذا. الا بغيت نسول عاود نرجع للقصص ديالك لاله حكيمه في مسرح الجريمه وفي المختبر شنو القضايا الكبيره والملفات الكبيره اللي طلبات الجهد والوقت ولكن كانت النتيجه في نهايه المطاف؟ يمكن الملفات اللي معروفه دابا حسن فيها القضاء وغيره يعني ما بقاش فيها واجب التحفظ. هي عفيني ما نعطيك من دي زيكزامبل تيب نقدر نقول لك انا يمكن لخصت لك وثق بيا الا قلت لك كاينين دي زافير اللي تدوز عليهم 10 سنين وكيتحلوا. يمكن جاوبتك بخلاصه ولكن هي راه سا في دير بوكو دو شوز. ممكن 10 سنين عاد انا عندك اكزومبل اكزومبل تكنيك لي تكنيك اللي كنا كنستعملوا لاستخراج الحمض النووي في 2007 في 2008 تكنيك ديكستراكسيون ما كانوش تري بيرفورمان. انا فاش دخلت في 2006 و2007 شنو كان ملي كنلقاو انتراس دو سون على الجين
خصني نزيد واحد ليطاب اللي هي دو بيريفيكاسيون، كندير ليكستراكسيون يعني عمليه استخراج الحمض النووي، وكندير تقنيه ثانيه هي بيريفيكاسيون اي كونسونطراسيون فواحد لي تيوب، يعني داك لو ليكيد كله كنكونسونطريه باش يتاح لي الفرصه انني يكون عندي داك لو بروفيل ا دي ان، علما انه الجين فيه كان فيه ودابا باقي فيه سوف كوم ماتنو ما تحل المشكل. داك لو كولورون ديالو سي تانينيبيتور، ما كيخليش العمليات كثير كتقوم نقوموا بها. حاليا ما بقاش عندنا هذا المشكل. اش كنقول لك 10 سنين اون بو تري بيان ريفينير لدي زافير افيك لي تكنيك، ولا سيما انه دابا المدير العام الامطوني الوطني قامت باقتناء بعض الاليات اللي قلت لك جد متطوره يمكن لي نخرج الحمض النووي على اثار اللي هي تري ديغرادي اي دو تري بيتيت كونتيتي اللي كنت يا دي زاني ولا سانكاني ما كنتش نمكن لي نستعمل. نفهم بانه تقنيا عندنا اخر الصيحات في أكيد المجال على 100% البق ما يزهق زعما كيف ما كيقولوا المغاربه تقريبا. الحمد لله الحمد لله. ولكن كمختبر واش تقدروا تواكبوا جميع الجرائم اللي كاينين في البلاد؟ الوغ باش نطمئن كاين هضرت على الامكانيات وعلى التقنيات، ولازم عليا نهضر على الموارد البشريه و لي فورماسيون او التكوين بشكل عام. سواء التكوين الاولي فاش كيدخل هذاك الشاب او لا الشابه، او لا التكوين المستمر او لا التكوين التخصص. اذا هذا التكوين كيضمن لك انك هاد الموظفين اللي عندك راهم مواكبين التطور العلمي، مواكبين التطور التقني، وهاد هاد لا فورماسيون او لو التكوين هو معيار. يعني انا هضرت قبيله الافتحاص كيفاش كيقوم، راه تيقول لك واش هاد الدراري عندك اولا هاد لي فونكسيونير واش سرسلتيهم لي فورماسيون، شحال من فورماسيون درتي لهم، وهاد لي فورماسيون واش هما ادابتي للعمل ديالهم في لابياس. هاد السيد اللي كيدير الخبره الجينيه شحال من فورماسيون درتي له، اعطيني لا بروف. يعني اون بلوس ديال الاليات والامكانيات كاينه لا فورماسيون، كاين الجانب ديال الريسورس اوماني لي تري امبورطون. واخا الاليات والامكانيات تطورات، ولكن الجريمه تطورات اكيد. شنو التحديات اللي كاين في هذا الشيء؟ التحديات هو التطور العلمي. اذا انا باش قلت لك التقنيه اللي خذاتها اولا اقتنتها المديريه العام الامطار راه ماشي تقنيه كونفنسيونيل، هذه تقنيه في طور تعميمها في العمل الروتيني. جو ميكسبليك الوغ كاينين دي زيكيبمون اي دي تكنولوجي اللي كيتفاليداو على اساس انهم كيدخلوا في الكونفنسيونيل، يعني كتعرف بانه راه هاد التقنيه راه كتستعمل اكيد. كاينين تقنيات اللي كيتستعملوا بعض الحالات جد متطوره، يعني ما تسنيناش حتى تم تعميمها وقالوا لنا راه صافي، يعني راه حنا نقدر نقول لك راه يمكن في افريقيا يمكن نقولوا واحد الربعه ديال لي بي اللي عندهم هاد لا تكنولوجي، ونقدر نقول لك ميم على ليترونجي ماشي كاع لي لابوغاتوار عندهم. دونك هاد لا تكنولوجي كتمكن لك تعطي واحد الصوره تقريبيه ديال الشخص فينوتيبيكمون سور لا باز دي دوني موليكولير او الحمض النووي، يمكن لك تعطيك لوريجين اثنوجيوغرافيك منين هاد السيد، ويمكن لك كما فسرت لقبيلات يعني لا دائن اللي ما كانش كتخرج لك هذه 10 سنين تقدر تخرجها لك دابا. ولكن في نفس الوقت غادي نبغي نفهم معاك لاله حكيمه كيفاش ان التكنولوجيا طورات الجريمه. الناس ولاو كيخدموا بالتكنولوجيا الحديثه. ممكن يكون النصب، ممكن التليفون، ممكن وممكن وممكن. شنو الحالات اللي كيجيوكم في هذا الباب نتوما كمختبر ديال الشرطه؟ هي هذا التطور ديال الجريمه هو الي كونتكستويل، خصنا نربطوه بعض لي كونتكست او لا الحالات. الا جينا نشوفوا مثلا في الوقت ديال كوفيد ايفيكتيفمون كاين مجموعه ديال الجرائم اللي كانت كتستعمل فيها او جرائم سيبرانيه،
تندس هي عندكم احنا في اكزاكتومون تابعين للانستيتيو دي سيونس فورنزيك. اذا هذا التطور اكيد كيجي بواحد الظرفيه اللي كتخليه انه حتى داك لو كريمينال كيطور لو مودوس اوبيراندي ديالو. وفين كاينه الحكمه؟ كاينه في لانتيسيپاسيون. ما خصش تكون لا رياكتيفيتي، خص تكون لانتيسيپاسيون. الحمد لله المديريه العامه للامن الوطني كتمشي في هذا لو برينسيپ لا بروكتيفيتي ولا ولا ريدنس، يعني خص تكون بري موجوده لاي حاجه. ما يمكنش الجريمه تسبقنا ولا تكون متطوره على امكانياتنا، ما خصهاش تكون متطوره على امكانياتنا. دابا حنا رابحين على كل حال الحمد لله. وشنو الحكمه فيها؟ دابا كلشي كيتكلم بصدق داخليا وخارجيا على ان البوليس المغربي الامن المغربي رجع مرجع، رجع ريفيرونس الحمد لله. فين كاين الوصفه دابا بما انك انت متخصصه في الحمض النووي؟ بغيت انا الحمض النووي، بغيتي لا سيكونس ولا بغيتي لو جين؟ نعطيها نعطيك واحد جوج ديال الحويجات. مرحبا. اولا هو الاعتماد، راه ملي كيكون ان لابوغاتوار معتمد انترناسيونالمون راه لا رجعه في داك التقرير الخبره، لا غبار عليه. واش افون نو بوفي با ايماجيني لو بروسيسوس داكريديتاسيون كيفاش كيدوز مع لي زوديتور؟ راه لي ديتاي ها، اون بارلي توت ا لور دي ديتاي، سي فريمون لي ديتاي. راه كيشوف لك حتى لو تراجي ملي كدوز داك السيلي، ملي كيجي عندك المختبر، ملي كيدوز ما خصوش يدوز لو بيرسونيل، يعني لو سيلي اللي دخل ما خصوش يتلاقى مع لو سيلي اللي خارج. شحال الوقت شديتي داك السيلي عندك؟ هذاك السيد اللي خدا مع جوج الصباح شنو دار به؟ فين حطو؟ لا تراسابيليتي تو تي تراسي. يعني هاد لاكريديتاسيون وهاد الايزو خصات هي بحد ذاتها لا غارونتي بانه هذيك الخبره اللي كتعطى الي فيابل. هذا من جهه. وشنو اخر؟ لا دوزيام دي شوز كي تري امبورطونت اللي خصنا نتكلموا عليها هي لا برو اكتيفيتي. يعني ملي كيكون عندك دي ريسورس هيومن intégré dans des groupes de travail des experts, que ça soit l'ADN ou l'empreinte digitale, ou qu'il y ait des discussions à l'échelle élevée, quand tu rencontres avec des laboratoires et des directeurs de laboratoires et des professionnels de les laboratoires, tu as un tabs, tu as le benchmark ou tu juges راسك. C'est très important. Même que le personne soit dans واحد لو كوكون و تيقول انا راني مزيان، تمشي تقارن راسك، تمشي تتعامل معهم، تدخل في لي غروب دو ترافاي. سي تري امبورطون. واخا للحكيمه، بما اننا تكلمنا على مسرح الجريمه وعلى الحمض النووي وعلى 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 وعلى، واش ما يمكنش الانسان يلقى راسو متورط في جريمه غير بالغلط؟ فسر لي الغلط قبل ما نجاوبك. كنت غادي انا عندي هاد الطابليت ما عرفتش تعصبت لحتاه حدا شي بلاصه. كانت فيها جريمه. تري بيان. جات الشرطه العلميه والتقنيه حجزت على داك الشيء، قالوا الرمضاني هو اللي قتل. شوف دايوغ هذا سي ان اكزومبل كنشرف الكاني طرما. مثلا. هذه تربيه عليه باش ما يرميش الزبل في الزنقه. لا هو الحمض النووي بوحديته راه كنقول لك راه ما كاينش لو ديبلوامون، اي ني با ليميتي الان اوتي، ما يمكنش لونكيت سي ان اونسومبل، راه كاين العمل ديال ضابط شرطه قضائيه، كاينه لونكيت. حنا اوني انوتي كيتقدم ما واحد المسطره، ما واحد استجواب، ما حاضر مع لونكيت دونفيرونمون، ما استجواب ديال السيد، وماشي غير لا دي ان التليفوني، بوكو دو شوز. وهذيك المسطره كلها كتقدم، اذا ماشي غير لقينا لا دي ان ديالك، ماشي غير اللي لاح شي حاجه غادي يتورط. نو سي دي زوتي دو دونكيت ديد ا لونكيت، دي زوتي ديد ا لونكيت. غادي نرجع للمساله ديال المختبر. اللي شي واحد كيسمعنا او كيشوفنا دابا بغى يتخيل الحالات اللي كتخدموا عليهم نتوما، شنو هي؟ شنو كيوصلكم كدواسه كحالات؟ جميع الجرائم. نهضر لك على التخصص، مثلا كان حريق. ملي كتقول اسمح لي جميع الجرائم، نقدر نقول القتل، نقدر نقول الاغتصاب، نقدر نقول التجارة في المخدرات، السرقة، أي جريمة جاتك على البال. مزيان. من خلال اش؟ الوسائل دابا
نهضروا على الوسائل دابا. انا كنبيع المخدرات، علاش غادي الجهاز ديالي يكون عندك؟ واخا غيتم الحجز ديال محجوز عندك، اييه كيتم ارسال المختبر للتاكد من النوعيه ديالو، ما هي هذه النوعيه اللي عندك، شنو هو عندك، واش بعدا نتوما تاكدوا واش مخدر ولا ماشي مخدر. الا مخدر شنو هو من مخدر، واش لي ليستي في لا كونفونسيون ديال لي ستوبيفيون ديال لونو، من هذا المخدر شحال لا كونسونطراسيون ديالو، هادشي كله تعرفوه. الا تشديتي في حاله سكر مثلا، درتي واحد اقترفتي واحد لاكسيدون دي سيركيلاسيون، لا قدر الله، لا قدر الله، الله يحفظ، يمكن كيتخاد لك العينات، الدم كترسل، واش كنتي تحت التاثير ديال المخدر ولا الكول ولا يعني سرقه كما قلت لك سويسيد قبيلات. قلتي لي الحرائق، حرائق نهضروا على الحرائق، علاش شعلات عافيه في غابه؟ الوغ شعلات العافيه ما كنسمعوا تما فتحوا التحقيق. هاد الحريق واش بفعل فاعل؟ هل تم إضافة ما نسميه مؤججات حرائق من غازوال إيسونس وايت سبيريت؟ إذن كيتخاد العينات من البؤر ديال الحرائق وكترسل المختبر، وفي تحليل ديالها في لي زيكيبمون اللي كاينين في دابا في الرواق ديال الشيمياء الكيمياء الشرعيه، غتشوف واحد لا ماشين اللي هي كروماتوغرافي كبيره، كنقوموا بالتحليل ديالها باش تعرف واش كاين مؤججات الحرائق. دابا شعلات العافيه داكشي رجع رماد، كاين غتهزوا الرماد غيجي عند الحكيمه غتختبروا الناس اللي في المختبر ماشي زعما المهم حكيمه ومن معاها غتعرفوا واش كاين المؤججات. اي حريق يعلم الله داك المختبر اش فيه من وسائل ومن تقنيات. اكيد اكيد هي ملي تشوف الرواق هذه راه نبذه صغيره على ما يوجد في المختبر، ولكن كنصح زعما المواطن وكان جلوي بروبوز يمشي، راه كاين واحد ليكرون تاكتيل كي يديك لواحد لا واحد اون فيزيت فيرتوييل على المختبر وعلى امكانيات والناس كيفاش خدامين ولا ستركتور، حيت خصك تشوف بنادم حتى لا ستركتور كومون الي فات، سي تري امبورطون. نحاول نتخيل الحكيمه، عندك لو مويان ما تحتاجش تخيل، نقدر نشوف تقدر تشوف نقدر نشوف كل شيء. ولكن قبيله سولتك على واش عندكم القدره على المواكبه ديال جميع الجرائم، انا غنسول بطريقه اخرى دابا. الاطور ديالكم ما هادشي ما فيش الجانب الانساني، عنده الحاله وعنده العينات وعنده كيشوف ما هو علمي واحد زائد واحد. سيكلير بتأثير عليكم مستحيل. لا مستحيل، انا لو برومي باش بوفو دير نعاود نرجع للاعتماد. مرحبا. الوغ لا بروميير اكزيجونس سور لاكيل اوني ايفالوي اوديتي هي لامبارسياليتي اي لو كونفلي دانتيري. سي تري امبورطون. اي لا شارت سي خاصك تهضر له على لامبارسياليتي لو كونفلي دانتيري ليتيك لا ديونتولوجي، خاصك تبروفي لي زوديتور ان عندك اوكان كونفلي دانتيري. لو برانسيب دامبارسياليتي اي كو فوز ايت كونفورم لا شارت، لي شارت ديال المديريه العامه. هادشي كله متوفر اكيد، مايمكنش نكون اوديتي اكريديتي الا ما عنديش هادشي. اكيد اكيد اكيد. غير بوغ فو دوني اون اكزومبل، حنا غير لي مثلا الا كنا كنقتنيو بعض الاليات من عند لي فورنيسور، خاص تكون اون غري ديفالياسيون ديال لي فورنيسور. اه وي يعني راه كيدخل معاك في التفاصيل ديال التفاصيل. القضايا ديال الارهاب كتدخلوا فيها في اي مستوى؟ المحجوزات اللي كتقوم بها البسيج تابع لا دي جي اس تي، كاع لي سيزين اللي كيوقعوا دون لو كادر دي ديمونتيلمون دي ريزو تيرورست كيترسلوا للمختبر، الا كانت قضايا ارهاب افيك سوسبيسيون ديال متفجرات او لا دي برودوي كي بوف اونتري دون لا كونسيبسيون ديال لي زونجان اكسبلوزيف كيترسلوا للمختبر عند المصلحه ديال الكيمياء اللي تحديد النوعيه ديالها والماهيه ديالها ومدى الخطوره ديالها وما اذا قد تكون تدخل في تصنيع المتفجرات. هاد الشيء غيخليني نسول على الوتيره ديال الخدمه، كيفاش كتنظموا العمل؟ واش عندكم بحال اي مؤسسه رسميه توقيت 8 12 2 6 و سبتو الحد جالسين
ويعيطوا ليها يقول لها كاين واحد الجريمه تقول لهم سمحوا لي انا ويكاند. انسانيا ما يمكنش بغض النظر وحتى انسانيا ما يمكنش. انسانيا ما يمكنش. واش قضيه ونجي نقولوا انا لا. لا تفكيك خليه ارهابيه مثلا مع 4 الصباح. لا لا. المختبر خصو يكون ديسبو. عندنا كيما قلت لك دي بيرمانونس. دي بيرمانونس يعني لا بو سي 24/24 7 jours/7. La salle de préservation des éléments de preuve, le mortabar, ما كتسحبش. ما كتسحبش. يعني المحجوز غيجي من المعيون من سمارة من طنجة من تطوان يجي مع 2 الصباح مع 3 الصباح مع 4 الصباح. أفيق أستاذ فلان فلاني راه عندك واحد الخبرة كيجيو 2 3 الناس راه عندهم الخبرة ديالهم كيطلبوا فيها. وشحال المده باش كتخرج الخبره؟ حساب نوعيه ديال الخبره مثلا. مثلا جزاك النووي الحمد لله النووي الوغ الحمد لله. ونعاود ثاني نقول لك ليفولوسيون دو لا تكنولوجي راه مهمه راهي في حد ذاته هذا راه واحد لو سوجي تري امبورطون. الوغ افون كنا كندوزو بور فير واحد 10 ديال لي زيشونتيون كنا نقد ندوز فيهم واحد 12 ساعة 14 ساعة. افون دابا كاينين جوج ديال الحالات نقد يكون عندي ان بروفيل 5 سوايع بزاف ديال لي زيشونتيون يقدر يكون عندي في 90 دقيقة ساشون كو الحمض النووي عنده واحد المجموعة ديال المراحل عملية استخراج الحمض عملية بعدا ديال البحث عن كاع لي تخاص ملي كتشد داك لو سيلي وكتفتحو كتشوف بواحد لا لوميير شنو هما لي طاج دو سبيرم فين هما لي طاج دو سان ما كاينينش غتاخد ان بريليفمون ريشيرشان لي تراس دو كونتاكت كدوز واش هذا سي دو سبيرم عندنا دي تيست دورينتاسيون كنديروهم اسكو سي دو سون هومان ولا لا عاد ابخي كندوز لعملية استخراج الحمض النووي عملية ديال لا كونتيفيكاسيون خصني نعرف لا كونتيتي ديال داك الحمض النووي عاد ندوز العملية ديال استخلاص البصمة الوراثية. دابا هذا الأمر بو أني شونتيون قد يكون عندي 90 دقيقة وجبنا هنا الإمكانيات باش مواطن يوقف على هذه الإمكانيات اللي كتوفر عليها المديرية العامة الأمن الوطني. دابا لنفرض أنا ارتكبت جريمة وهربت لقيتو لاطراس باش غتعرفوني أنا؟ هنا لونكيت علاش قلت لك لونكيت مهمة قلبتي الحمض النووي وقلبتي هذا غير عمل مخباري قلبتي كلشي عمل ديال المختبر كاين العمل ديال ضابط الشرطه القضائيه والونكيت ولكن الخلاصات ديال النتائج ديال السيرفيونس هذا وغيجيبوك وغنقارنوا الحمض النووي ديالك مع الحمض النووي الذي استخرج من مسرح الجريمه قالوا الرمضاني هو اللي دارها لا قدر لا قدر الله يعني ما يمكنش الجريمه كامله حتى اللي شو عدي يتوهموا بانه يقدر يسرق ولا يغتصب ولا يقتل لا قدر الله. هي مساله وقت اكثر ما هي مساله كامله ولا ماشي كامله. انا هذا مساله وقت المجرم ما يفلتش. كاين جرائم تاع 10 سنين ما كراش نعرف شنو بحالاش 10 سنين وبقى. انا كنت سمعت هذه المره وسمعنا كانت جريمه في وحده من المدن الشمال شي وحده كانت قتلات وراجلها قالت لهم هاجر دوزاتو في مختفون وهو راه مدفون تحت اشتغلتوا على الملف وحاله واش باقي تحكمات هذيك باقي ما تحكمتش اذا ما نهضروش عليه حافظ عليه اذا من حقك اننا ما نهضروش عليه شهيتينا في هذا المختبر واخا في الجريمه وفي لادين وفي في العلم امور في العلم في العلم ولكن راه ماشي ما عندناش نفس النظره حنا كنخافوا منكم لا ما خصكش كمختبر لا بالعكس لا خصك تشوف الوليدات كيفاش دايرين عينا كلشي تيقول لك انا بغيت نولي بحالكم شنو خصني ندير شنو نقرا شنو ندير لا بالعكس لا بالعكس ما تخافوش لا بالعكس ما ديرش ما تخافش لا خصك تكون كيوريو تجي تشوف بعدا خصك تكون مفتخر بهادشي اللي عندك واخا لاله حكيمه قبل ما نساليو عندي ثلاثه ديال الاسماء بغيت عليهم تعليقات سريعه بدون لغه خشب نبداو بعبد اللطيف الحموشي مدير مديريه العامه للامن الوطني إنسان خلوق إنساني تبارك الله عليه نحن نفتخر بمديرنا مدير العام الأمن الوطني وهو قدوة لنا والله يعطيه صحته أمين يا رب العالمين إلا قلنا محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية مدير إنساني محط قدوة لنا والحمد لله اللي عندنا مدراء بهاد الانسانيه وبهاد الذكاء الا قلنا نزهق السوس استاذتي العزيزه الله يعطيها صحتها ويطول عمرها
ونقدر نقول لك شي حاجه ف طبعا هي مزيان نهضر عليها لانه فاش كنت شديت لا ديز ديالي وهي هي واحد الانسانه شغوفه بالعمل وكانت قدوه ليا. عيطت لها في التليفون فرحانه قلت لها استاذه راه تقبلت وراني تقبلت في الشرطه العلميه وعطتني واحد ماشي مثل عطتني واحد الكلام انا يمكن ما عرفتوش حتى الابريش كيسكو سافي دير اي سي فريمون سا. قالت لي شوفي يا بنتي قالت لي هذا العمل كيطلب منك مجهود اسبق الله عليها سنه ما عمرك ما تكولبابيليزي مع دي زونفون حيت عرفتني انا عندي وليداتي لان انا ولدت قبل ما ديجا كان عندي ولد فاش سوتونيت كنت حامله فاش في لا سوتونونس دونك اي فو با كولبابيليزي افيك دي زونفون خصك تحسي بانك مقصره لا بالعكس حكيمه خصك تفسري لهم انك كتقومي بواحد العمل اللي هو نوبل وخصهم يفهموا هذا الشيء وي دواف تيتغو براود يعني فرحانين بك وفخورين بك. ويمكن هذا جاوبت على السؤال اللي ما كنت جاوبت عليه قبيلات. لا غنطلب منك حاجة واحدة أخرى في الأخر. أش تقولي لوليداتك؟ أكثر من هذا الشيء يمكن لا هضري معهم مباشرة. أنا نجاوبك ما عنديش إشكال. أنا نجاوبك. ما نقول لهمش يشوفوني يديروا القدوة كيما شفت أنا مع مي باغ. الله يحفظكم لبعضياتكم. يا ربي آمين. تكلمتي معنا بدون لغة خشب لالا حكيمة. شكرا. ما كاينش الخشب ونسي اللي بان لك اللي بان لك نديروا الحمد النووي لهذه الحلقة ونشوفوا واش كاين تطابق ولا ما كاينش. باقي شي حاجة شي رسالة شي كلمة شي حاجة إلا عندك انت شي تساؤل انا هنا. الله يجعل البركة حاولنا نفهموا. الله يكبر بك. تنجو عندكم عاوتاني ان شاء الله ونشوفوا شنو كاين. ليس امرأة كما سامع. شكرا لالا حكيمة. شكرا. الحكم للمستمعين والمشاهدين. شكرا كريم نيتسي ومن معاه في الفريق التقني عبد الرحيم سابقي اسماعيل روحي عز الدين شوكلات عبد الغني حميدان. حواراتنا دائما بدون لغة خشب بدون مواد حافظة رفعت الجنسة.